كل ما قعدوا شخصيا يحكوا بالسياسة بينزلوا مسبات برجال السياسة بالبلد فلان حرامي فلان نصاب فلان طائفة وفليتان سمسار ماشي بس أنا اللي منرفزني اللي بيسب سياسة بيروح بيقول عنه هذا ما تشلحه من إجرك إنه يا با بده يقول عنه صرمية هيدي أنا مش مقتنع فيها ليش من شو بتشكي الصرمية ليش بدك تنزل الصرمية لهيدا المستوى فيما اللي حاملته الصرامة بالبلد ما في جبل بيحمله صحيح انه في صرمية عن صرمية بتفرق بس بالاخر الصرمية عكس السياسة الصرمية بس تفتح تمها ترميها بينما السياسي بس يفتح تمه بيرميك الصرماية بس بدك بتحطها بكيس الزبالة بينما السياسي بس بده بيرميك بلا كيس الصرماية يمكن تطلع ريحتها بينما السياسي طالع ريحته دايما والله يستر هذا رأيي فكر فيها